والله منشآت صحية وخدمية على المدينة كلها والأيمن عامة، يعني لأن هي الضرر الأكبر بالموصل هي المنطقة القديمة وساحل الأيمن والمجسرات، يعني البنايات كلها تعرف السستاد وكلها واقع فيراد لها يعني تعويضات وعالم حيل متضرر. يعني عندك أكثر العمال هسه كلها قاعدة، إذا صار يعني عمار بالمدينة ومحلات فتحت ترجع يعني هاي البناية ترجع العمال بيها تشتغل أو ترجع المحلات تفتح. أهم مشروع بالموصل أهم أول شيء شارع النجفي الدرجة الأولى، وثانيا سوق الصياغ. أول شيء مرتبط سوق الصياغ بشارع النجف، لأن حركة تجارية تكون وشارع النجف شارع ثقافي. أهم مشروعين، أهم مشروع بالمدينة حاليا، ونريد دعم من الحكومة لأن حاليا شوية دعم ضعيف. يعني تحاول أنه تعين الماء عنده، إحنا هم مع الدولة، إحنا هم مع الدولة بادرنا وجينا، أكو ناس هم تريد تيجي بس يعني تريد دعم من الدولة نفسها. بعد هذا المشروع شنو برأيك الآخر؟ تجي على المستشفيات، يعني الجسور لأنه الجسور عيشتغلون ما نقول لك لا، بس المستشفيات حالة حيل يرثى لها. نعم يعني طبعا هذا من المشاكل، المفروض ينطون تعويضات، ينطون شيء للناس حتى يشجعون الناس حتى ترجع على سوق الصياغ. وهذا السوق يعني يعتبر يعني سوق تراثي بالموصل، فاذا اذا 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 ما يشجعون الناس حتى ترجع، يعني وضعيه لو يكملون شاله الابواب نقطه حراسه. حاليا انت بس وحدك راجع؟ اي والله بس انا رجعت هنا. زين يعني المحلات المدمره اغلبها يمكن تابع للوقف السني لو شلون؟ اي تابع قسمنا مال اوقاف مال البلديه، والقسم لك الاكثر منه يعني املاك هي مال المواطنين. يعني إذا يرجع هذا السوق تحته الموصل القديمة كلها تحته، وهذا السوق ما يرجع إلا يعني الحكومة المحلية تخلي إيده بينه يعني وتضع له بصمة بهذا السوق.